جدا ان يكون في اثنين مصريين، نور الطيب افضل ناشئه في عالم 2010، ومحمد الشرباري افضل ناشئ في 2010. النهارده معانا نور الطيب. نور الطيب هي بطله انجلترا في السنه دي، تاني العالم مرتين 2010 و2009، واخده بطوله انجلترا مفتوحه مرتين تحت 13 و15 مرتين و17 مرتين ومره واحده 19 سنه. نور الطيب ما شاء الله مشروع بطلة ونجمة للمستقبل إن شاء الله، تقدر يعني بتحط رجليها وإن شاء الله هتبقى وسط الكبار اللي في العالم. مساء الخير يا نور. مساء الخير. ومعنا الكابتن أمير ولي، ده في غنى عن التعريف. مساء الخير يا كابتن، المدير الفني للمنتخب الاسكواش رجال وسيدات. نور نبتدي منين؟ مبروك الأول. الله يبارك. فين الشهادات وفين الحاجات دي؟ هما دول بس البتاعتين اللي هناك دولت ولا عندكم إيه؟ والميدالية. ده بتاع بطولة العالم وده بتاع الفرق بتاع بطولة العالم. لا انما ديت الحقيقة بتاعت افضل، ده افضل، ده بتاع افضل لعيبة، والتاني بتاع بطولة انجلترا السنة دي. افضل افضل لعيبة صاعدة في 2010. مش كده؟ طيب نور انت طبعا انت عارف الواحد لما بياخد الحاجات ديت دي مسؤولية. اه طبعا. مش كده؟ وبت يعني بتخلي الواحد بقى خلاص بتطلعك من المنحنى. انت 17 على العالم كمان. في السيدات. مش كده؟ في كبار يعني. طب الحمد لله. انت بقى يعني بعد ما خدت البطوله دي امتى بقى هتورينا الحاجات ما احنا طالعين على الهاي واي بقى دلوقتي، طالعين على الطريق السريع بقى خلاص، ما احنا خلصنا بقى 19 و18 والكلام ده كله. شهر 7 ان شاء الله عندنا مهمه كبيره هنا في مصر باذن الله. اللي هي بطوله العالم تحت 19 سنه الناشئات في مصر. ان شاء الله فردي وفرق، وهي يعني فرصه قدام الجمهور المصري بقى كله ان شاء الله. طيب بصوا بقى عشان خاطر تبقوا عارفينها، عشان لو ما عملتش كده يبقى لنا كلام تاني يا نور. شوف هو بقى وعرف. لا ان شاء الله بالتوفيق. كابتن امير، يعني انا بعتقد اللي بيحدث اللي بقاله دلوقتي نقدر نقول سنتين او اكتر شويه، 3 سنين، وانما اللي بيحدث في السكواش المصري غير مسبوق في تاريخ السكواش. يعني انت لعبت قعدت قد ايه لاعب وحصرت فترات والكلام ده كله، انما اللي بيحصل دلوقتي ان يبقى عندك في جميع الاعمار السنيه ما شاء الله مستويات كويسه، دي حاجه ما حصلتش قبل كده. هو طبعا يعني بريمبي يعني البدايه كانت من 94 كده، جيل احمد براد وعمر برلوسي وفايز وكريم مستكاوي، وبعدين جت طوله الاهرام 95 عملت لنا بومن جامد في مصر في الاسكواش، وزودت شعبيه اللعبه جامد، وخلت يمكن رامي عاشور اللي هو حاليا بيلعب النهارده ان شاء الله ربنا يوفقه نهائي بطوله امريكا للرجال يا رب ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله مع نيك ماسي وبطل العالم، وان شاء الله يعني ربنا يكرمه. كان بيتفرج في 95 في مصر وهو صغير على احمد براده، فدي كانت يعني مشوار هو شايفه قدامه، كان بيحلم ان هو يكون يعني نجم كبير في الملعب الزجاجي اللي كان موجود لاول مره في تاريخنا كنا بنشوفه ساعتها. فيعني الحمد لله دلوقتي الاستراتيجيه بتاعت الاتحاد المصري مع المجلس القومي للرياضه كلها ماشيه في طريق سليم الحمد لله، طلعت لنا ابطال يعني كتير جدا نور وزمايلها. لا هو في المرحله دي كمان احنا ما كانش لنا، مش على الخريطه بالنسبه للسكواش البنات والسيدات، ما كناش على الخريطه، مش في اي حته خالص. فاحنا دلوقتي بقينا يعني مكتسحين. امنيه من 4 العالم دلوقتي، وعمر كان في حد مصري في اول 4 العالم، دلوقتي بقت امنيه عبد القوي في من 4 العالم. لا والبركه فيكم بقى، انتوا طالعين هم نشوف بقى ان شاء الله يعني. رنيم 11 وانا ان شاء الله 17. رنيم 17 و17 وانت ما شاء الله داخله في السن ده، انت معناها طيب انت اقدر اقول انت بتمرني كام ساعه؟ بتمرن في اليوم 3 يعني ساعات بالليل عشان بروح المدرسه الصبح، فبروح واتمرن 3 ساعات بالليل. 3 الصبح كام؟ بروح المدرسه الصبح وبرجع 4 البيت، بعدين بتمرن من 7 ل 10 بالليل. طب لما بيكون في بطوله ولا حاجه بتزودي شويه ولا بتبقى المسائل؟ نعم، عشان بيبقى فيه برضه مدرسه الصبح، فبتبقى هي نفس المده بالليل عشان بطلع. طب لو افترضنا ان نور ما فيش المدرسه دي، ديش هتفرق معاكي اكتر في يمكن يمكن لو ما كانش في مدرسه كانت هتفرق، بس برضه يعني المدرسه يعني انا بقولش المدرسه، انا ما قلتش المدرسه وحشه ولا حاجه. طبعا ما تلبسنيش قضيه. انا بقول ان لا انا بفترض يعني بفترض ان كنت خلصتي، لو افترض ان السن ده خلصت. لا طبعا كانت هتفرق، عشان كنت بتمرن 3-4 ساعات الصبح و3 بالليل، ومش هيبقى في اي حاجه في تركيزي غير السكواش وغير البطولات، وكنت هلعب بطولات اكتر. انا دلوقتي بلعب بطولات قليله عشان حسب المدرسه، فلو كان انت في سنه ايه؟ في ثالثه ثانوي جريد 12. انت في امريكان؟ امريكان. طب امريكان برضو الامور كويسه، فيها ساعات وفيها نظام منهج المنهج طبعا. امال لو كنت في ثالثه ثانوي بتاعت الحكومه دي كان زمانك دلوقتي انت كان اكيد كنت مش هتلعبي السنه دي. تهيألي مش كده.
طب انت في مدرسه ايه بقى في امريكا؟ فين؟ اقول اسم مدرسه؟ انا في ام اس مودرن اديوكيشن سكول. طيب دلوقتي على الاقل انت عارفه توفقي، وبعدين انا بعد كده يعني انا شايف الاكاديميه البحريه اذا ما كانش عندك ملاحظه تبقى بطله. ما لاقيكيش مثلا، انا ما اعرفش انت في المدرسه يعني مستواك او انت عايزه تبقي فين، انما يا اما تبقي بطله وتكملي بحق وحقيقي والكلام ده كله، يا اما انك انت عايزه تعملي باش مهندسه او باش دكتوره او باش صيدليه. لا مش عايزه الحاجات دي. طيب يبقى انت ما هو انت عندنا دكاتره كتير وصيدليه كتير وعندنا حاجه، بس ما عندناش ابطال كتير. فانا بيتهيألي ان الاكاديميه البحريه بتوفر احسن حاله للابطال دلوقتي. الدكتور محمد فرغالي الحقيقه عاملين نظام هناك ما شاء الله، والكلام ده من ايام الحياة الدكتور جمال مختار. وليه الدكتور محمد فرغالي اتظبطت المساله واصبح النهارده البطل، يستطيع ان يذهب وقت ما يريد بس بيبلغ هناك، وقت ما بيرجع كل اللي فاته بيلاقي حد يشرحه له تاني، وكل اللي بيعمله في الكلام ده كله. فانا شايف مش متخرج من هناك لا ده كله كل ابطال سكواش. اولا 85% من ابطال مصر هناك، لان دي الحاله اللي تقدر تخلي لان عشان نكمل، لان اللي جاي اصلا اللي جاي بقى صح، احنا دخلنا في الصعب الحق وحقيقي مش كده ولا ايه؟ صح. المهم جبنا الاول بطوله العالم ان شاء الله. ان شاء الله هنا ان شاء الله. الكابتن امير دلوقتي، طيب نقدر نقول السياسه اللي موجوده دلوقتي بتاعت الاتحاد علشان على الاقل نحافظ ونحاول، هل احنا عندنا في حته فيها ثغره؟ هل مثلا البنات، من نتكلم على البنات الاول يعني نور، هل عندنا حته فيها يعني يا نور يعني في امنيه ورنيم وانج ورنيم ودولت الميل اللي فوق ميل وراهم نور؟ وراهم نور ونور شربيني، ربنا اللي عملت عمليه كانت بطلة عالم سابقه للنشاط، برضه عملت عمليه في المانيا ان شاء الله ترجع بسلام. وفي بقى وراها يعني ونور في وراهم بسن حد تاني يعني داخل ماشيين ورا بعض جميع المراحل. الحمد لله احنا لسه جايين من انجلترا، كسبنا 6 ذهب و6 برونز و5 فضه، يمكن الحمد لله في جميع المراحل. الفاينلز كانت مصر موجوده، وفي تحت ال 15 سنه اكتساح مصر، و17 يا دوب خسرنا اللقب لان البنت ياسر باللاعيبه اللي بتلعب تحت 15 صعدناها 17، ان كانت فازت باللقب ده السنه اللي قبلها، ودينا فرصه لبنت مصريه تانية كسبت اللقب سلمى هاني، وياسر خسرت 3-2 من بنت انجليزيه كانت ممكن تكسب وخدت خبره بس كويس. بس خدت خبره كويسه. خدت خبره. طب نور ايه اللي تفتكر ايه اللي ناقص؟ لما اسالك انت يا نور دلوقتي، في البنت اللي عامله لنا عو في السكواش اللي هي البنت بتاع ماليزيا ديت، يعني انا مش شايف. لعبت معاها في قطر في سيمي فاينل. خدت جيم منها. هي جامده الوحيده اللي خدت جيم منها نور طيب في البطوله كلها. جامده. هي جامده. طيب يعني هي جامده، مش هنقدر نبقى جامدين يعني؟ لا ان شاء الله اكسبها يعني. بس هم انا عايز اقول هم ظرفهم اللي بيخليهم متفوقين ان هم متفرغين تماما للسكواش. عايشه في هولندا بتمرن كل يوم، يعني عايشه في هولندا عشان تتمرن، ومفيش بقى لا دراسه ولا حاجه ولا الكلام ده كله. واحنا بنشوف نور كمان حضرتك ما بترضاش بالدراسه، هي متفوقه دراسيا، فيعني مش عايزه ايه يعني تخلي دي الاكاديميه. طيب انا سامع في مشروع، انا سمعت ما اعرفش دي اشاعه ولا اشاعات، من البلد فيها اشاعات كتير، ان في جامعه في انجلترا عامله ليكي منحه يعني حاجه زي كده. جامعه في امريكا. يعني امريكا ولا انجلترا؟ امريكا. يبقى الاشاعه كانت مضروبه في حته. امريكا فين بقى؟ في جامعه في العالم. في هارفرد. في جامعه هارفرد. جامعه هارفرد. رحت عرضهم ايه بقى؟ اقعدوا في الجامعه واتخرج من الجامعه، وبس العب السكواش بتاع الجامعه هناك. حضرتك بيبص لقدام قوي يعني. على كل حال انا عايز اقول طب انا بس السؤال بتاعي هناك، هل هتلاقي بنات في المستوى اللي هم يساعدوكي انك انت تحتكي معاهم؟ في هارفرد في دلوقتي اماندا صبحي، هتلعب في هارفرد. اماندا صبحي دي اللي هي بطلة العالم اللي انا كسبتها في الفاينل في انجلترا، وهي بطلة العالم دلوقتي 2010، هي دي بتلعب هناك، فيبقى في تمرين كويس. مصريه امريكانيه، باباها خالد صبحي كان مهاجر في امريكا من زمان، وهي بتلعب هناك يعني. فيبقى في تمرين كويس يعني. والمدرب بتاع الجامعه هناك هيبقى مدرب جوناثان باور، اللي هو كان مراهق العالم فتره طويله، فهو ده المدرب بتاع الجامعه هناك. فيبقى في تمرين كويس يعني ان شاء الله لو اتقبلت. حضرتك بيحاولوا دلوقتي في امريكا ان ياخدوا الخبرات بتاعتنا. طب انا عايز كلها. انا عايز اقول ده ما هي فرصه كويسه جدا يا امير. طب هي ده يعني انا عايز اقول ان فرصه اتقبل بس ها؟ اتقبل بس في ايه؟ في الجامعه يا بنت، ده هم اللي حلو وراك، انت بطله. ده هم فريق. لا هم بيقدروا الرياضه طبعًا. جدا. طبعا هم بيقدروا الرياضه جدا. انا ضمننا تدريب وضمننا تعليم وضمننا يعني المساله كلها بقت فيها كل الامور منظمه. وفي الاخر ارتفاع مستواك هيعود عند لما بتلعبي فرق هنا. انت غير كده بتلعبي فردي باسمك انت. بالظبط. ولما بتلعبي هنا في البطولات والكلام ده انت باسمك.
يعني على خيرة الله ان شاء الله. لا ان شاء الله تبقى كمان تعمل على السكواش المصري طبعا، وحاجه كويسه جدا يعني تتعمل هناك، ونفسنا ان احنا نبتدي بس نطلع على